هنطير مع حضراتكم سريعا الى ملعب لقاء استاد السويس الجديد بصحبه زملائنا عمرو نبيل وحسن غنيمه عشان نتعرف على اخر اجواء اللقاء واستعدادات الفريقين للقائهما معا بعد دقائق قليله بمشيئه الله. ونبتدي مع حضراتكم بزميلنا عمرو نبيل واخر المستجدات التي تخص فريق سيراميكا كليوباترا. مساء الفل عليك يا عمرو. كل التحيه ليك يا زميل عزيز ابراهيم عبد الجواد ونجومك الكبار في الاستوديو التحليلي مباراه نادي سيراميكا كليوباترا امام نادي الزمالك هنا من استاد السويس وجوله جديده من جولات الدوري المصري بالاخص الجوله رقم 32. نادي سيراميكا كليوباترا يدخل هذه المباراه باستعدادات خاصه بقياده مديره الفني الكابتن هيثم شعبان. يمكن فريق سيراميكا كليوباترا خاض اكثر من تدريب اخير هنا خلال معسكره المغلق بمحافظه السويس على استاد السويس من اجل طبعا يعني اهميه مباراه نادي الزمالك ويستعد طبعا كابتن هيثم شعبان بالعناصر الاساسيه كلها. لكن يدخل هذه المواجهه هو يفتقد لعنصر مؤثر في صفوفه وهو اللاعب رجب بكار في مركز الظهير الايمن، يغيب عن هذه المباراه لحصوله على البطاقه الصفراء الثالثه في مباراه الاتحاد الاخيره. لكن النهارده الكابتن هيثم شعبان يدفع باللاعب ضياء انديل في مركز الظهير الايمن. ايضا هناك يعني تعديلات فنيه وتكتيكيه في اداء المدير الفني في الشغل الخطط الخاص به في مباراه اليوم. يدفع النهارده بثلاثي في خط الوسط سواء اللاعب كوامي بونسو الغاني او محمود نبيل او محمد توني من اجل طبعا يعني تامين خط الوسط واللعب على مفاتيح لعب نادي الزمالك المؤثره في مباراه اليوم. كابتن هيثم النهارده خلال المحاضره الفنيه طالب اللاعبين يعني ببذل اقصى ما لديهم في هذه المباراه، مباراه نادي الزمالك مباراه مهمه لطبعا لجميع اللاعبين وايضا للمدير الفني الكابتن هيثم شعبان. الزميل العزيز ابراهيم عبد الجواد ونجومه الكبار، يعني هذه ابرز الكواليس والاخبار. الان اعود لك ونجومك الكبار في الاستديو التحليلي، تفضل. كل الشكر للزميل عمرو نبيل اللي اطلعنا على اخر المستجدات التي تخص الفريق صاحب الارضي في لقاء اليوم وهو لقاء سيراميكا وهو فريق سيراميكا كليوباترا. ومن فريق سيراميكا كليوباترا واخر اخباره الى الفريق الضيف نادي الزمالك واخر اخباره ومستجداته مع الزميل العزيز حسن غنيمه. مساء الفل عليك حسن. من ملعب استاد السويس الجديد تحياتي ليك زميلي العزيز كابتن ابراهيم عبد الجواد، تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. بتابع مع حضراتكم اجواء وكواليس فريق نادي الزمالك قبل دقائق قليله من انطلاق المباراه المرتقبه امام سيراميكا كليوباترا، بالتاكيد واحده من المباريات الحاسمه لبطوله الدوري الممتاز. قبل هذه المباراه كان في اجتماع مهم جدا بين اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب ولاعبي والجهاز الفني للفريق، واتكلم كابتن حسين لبيب مع الفريق ان الكوره ملهاش كبير وان ما فيش حاجه اسمها استهتار وان الدوري لم يتم حسمه بعد وان الدوري هيتم حسمه مع اخر صفاره، واتكلم كمان انه في مكافئات خاصه عقب الفوز في كل مباراه لانها بالتاكيد هتكون مباريات حاسمه انها تقدر ان هي تحقق كل طموحات جماهير نادي الزمالك في عوده الدوري بطوله او درع الدوري الممتاز الى 100 عقبه من جديد بعد غياب 5 اعوام. وكمان النهارده لو الزمالك فاز هيكون الانتصار السابع ليه على التوالي عشان ياكد جدارته على احتلال قمه الدوري الممتاز. وكمان اكد كابتن حسين لبيب ان ما فيش استهتار بالمباريات القادمه وان الدوري لم يتم حسمه بعد. كمان في بقى خبر حلو لكل جماهير نادي الزمالك ان اداره الزمالك توصلت الى اتفاق نهائي مع نجم الفريق اشرف بن شرقي لتجديد تعاقده موسمين مقبلين ان شاء الله مع نادي الزمالك. يعني خلاص الرتوش النهائيه، اشرف طالب مبلغ والزمالك قايل ان هو يتخفض شويه لكن الامور خلاص بتنتهي وهيتم انتهاء الاعلان عن توقيع اشرف بن شرقي عقب انتهاء الموسم او فوز نادي الزمالك ببطوله الدوري ايهما اقرب. كمان النهارده نادي الزمالك من اول امبارح موجود في معسكر مغلق في العين السخنه بالقرب من على بعد حوالي نص ساعه فقط من السويس، لكن كارتيرون للاسف ما قدرش ان هو يعمل تدريبات فنيه وتدريبات بدنيه وضغط بدني كبير بسبب ضغط المباريات، عشان كده اكتفى بس بالريكفري او عمليات الاستشفاء. النهارده بيعود لصفوف نادي الزمالك نجمي الفريق محمد عبد الشافي والوينش اللي كانوا غايبين في المباراه اللي فاتت بسبب 3 انذارات، النهارده بيغيب عن صفوف نادي الزمالك احمد عيد ومحمد عبد السلام. النهارده يعني كارتيرون كده تعرض لموقف صعب جدا مفاجئ انه تم استبعاد جنش من قائمه الفريق النهارده نتيجه لاصابته بنزله برد وسخونيه شديده مفاجئه جدا النهارده صباح يوم المباراه، عشان كده تم ضم محمد عواد واحمد نادر الى قائمه الفريق. يمكن فاضل حوالي ساعه او ساعه وربع على المباراه، ولكن يعني واضح كده ان التشكيل نادي الزمالك النهارده مش هيخرج عن ابو جبل لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر المسلوسي والوينش ومحمود علاء ومحمد عبد
الشافي، اثنين ارتكاز في وسط الملعب طارق حامد وامام عاشور، امامه الثلاثي الهجومي بن شرقي واوباما وزيزو، تحت راس حربة وحيد سيف الدين الجزيري. يمكن دي كانت كل اجواء وكواليس فريق الزمالك قبل انطلاق مباراته الهامه، وزي ما انت شايف زميلي العزيز ابراهيم ارضيه الملعب على اعلى مستوى كما عودنا دائما استاد السويس، استاد السويس الجديد هنا في السويس الحقيقه، اللي دايما ارضيته بتتزايم بيها كل المباريات، وخاصه انه استاد السويس بيملك يعني موقع جغرافي مميز على مستوى مصر اللي بيطل على خليج السويس والمجرى الملاحي لقناه السويس. دي كانت كل الاجواء والكواليس الموجوده هنا الخاصه بالمارد الابيض فريق نادي الزمالك قبل دقائق قليله من انطلاق مباراته الهامه امام فريق سيراميكا كليوباترا من ملعب استاد السويس الجديد. بالتاكيد العوده اليك زميل عزيز كابتن ابراهيم عبد الجواد، تفضل. كل الشكر لزملائنا الاعزاء عمرو نبيل وحسن غنيمه اللي موجودين معنا من ملعب اللقاء استاد السويس الجديد، واللي اطلعونا على كافه الاخبار والمستجدات اجواء ملعب اللقاء واخر اخبار الفريقين سيراميك كليوباترا ونادي الزمالك قبل لقائهما معا الليله بمشيئه الله في استكمال لقاءات الجوله ال 32 من بطوله الدوري المصري الممتاز. فاصل سريع.